PropertyYours.com. Property Yours كل يوم 6 وربع المساء على الام تي في. ببلوك نوت لليوم رح نحكي عن لقاء خويات طلائع العذراء بلبنان. معنا صباح الخير بولس صقر، صباح الخير سينتيا جبور، اهلا وسهلا فيكم. قبل ما نحكي عن اللقاء بدي تعرفونا شوي عن الطلائع العذراء وشو هي اصلا كلمه طلائع. يعني بنسمع في فرسان، بنسمع في اخويات وبنسمع طلائع، فسر لي شوي بولس. اوكي، نحن في الطلائع العذراء نحن تابعين لرابطه الاخويات بلبنان. هذه الرابطه اللي تاسست سنه 1961، ونحن طلائع هو برانش من هذه الرابطه. نحن صار عمرنا 44 سنه، العمر كله ميرسي ان شاء الله، الله يزيدهم. ميرسي. نحن تاسسنا 1969، وهال 44 سنه مليانه نعم وفرح. نعم. ونحن هلا شو الفرق بين الطلائع والفرسان والاخويات؟ هو الفرق المضبوط هو الاعمار، واكيد كل عمر او كل فئه عنده منهجيه معينه. نعم. نحن الطلائع عمرنا بين 13 سنه و19 سنه. نعم. نحن انتشارنا بكل لبنان، نحن بحدود ال 250 رعيه، يعني مطرح ما تروحي بحي المنطقه في طلائع. نعم. وعندكم مركز رئيسي؟ مضبوط، مركزنا الرئيسي هو برابط الاخويات بجديده، ونحن بتابعين او مسؤولين عن 21 اقليم بكل لبنان. نعم. يعني مطرح ما تروحي بحي رعية اكيد رح تكون عم تلاقي طلائع عذراء. نعم. وملتزمين بقلب الرعية. بس طلائع عذراء يعني بس عذراء انتم ملتزمين او كمان للقديسين ولكل الديانة المسيحية؟ يعني نحن اكيد نحن فئة كربت اخويات، نحن مشتغل تحت سقف الكنيسة، والعذراء هي شفاعتنا بكل شيء بنعمله. وسألتينا عن شو يعني طلاقة، هي حركة حياة مسيحية. نحن أشخاص نكون ماشيين بالطريقة، مثل ما نعرف الطلاقة هو نبض الحي للشباب، يلي مطرح ما بتحطيه بقلب المجتمع بيكون عم بيغير، وبكون أداة تغيير لشيء كتير إيجابي لقدام. نعم. سينتيا لابسين اثنيناتكم مثل بعض، هيدا هو الزي الرسمي للطلاقة؟ هذا هو لبسنا الرسمي للطلاقة. نعم. بيكتمل وقت الوعد بالكرافات. شو يعني الوعد؟ الوعد هو وقت الطلاقة، وقت بيلتزم بالأخوية بيعيش فترة التزام معينة، من بعدها بيصير هو كابابل أنه يوعد ويتكرس قدام العذراء ويلتزم أكثر. يعني بهالوعد بيجدد التزامه، بيلتزم أكثر برسالته تبع الطلاقة. يعني خلص أنا قلت، أنا وعدت، أنا قلت. وقد إيه الفترة يلي قبل الوعد سنتيا؟ هي تقريبا 6 أشهر بس. أكيد حسب التزام. 6 أشهر التزام؟ 6 أشهر التزام. قد إيه بيتطلب هالالتزام وقت ومجهود؟ بيتطلب وقت ما كثير. هو يعني قد إيه مثلا بتعملوا اجتماعات؟ اجتماع بقلب الفروع بيكون كل نهار، مرة بالجمعة بيكون في اجتماع فرع. نعم. وأكيد بيكون في نشاطات قبل الإقليم ونشاطات على صعيد المركزية. والالتزام مش بس انه نحضر اجتماع، بس كمان نكون فعالين اكثر بال، يعني الالتزام كمان بالحياه اليوميه. صح صح، بيتبع اكيد التعليم. أكيد في تعليم، في كمان نمط، يعني مثل ما قال بولس الطلاقه هي حركه حياه. نعم. فانا وقت بدي التزم فيها بدي اعرف، بدها تصير مش بس اجتماع، بدها تصير نمط عيش انا بدي اعيشه. نعم اكيد. بولس شو رساله واهداف الاخويه؟ رسالة أهداف الأخوية هو عطونا إحنا المسعة نكون عم نشتغل على أشخاص عندهم نضج معين، وأشخاص عم بيكونوا رسب بالمجتمع، وأشخاص عم بيكونوا مسيحيين بعمق. بعتقد هودي، بعتقد إذا هودي ثلاث قصص تكونوا بحياة لإنسان إذا ما كان طلاقة تكون الدنيا بألف خير. نعم نعم. رح نبلش نحكي عن اللقاء. شو هو اللقاء العام؟ أي متى رح يتم؟ اللقاء العام هو بيصير كل سنتين مرة كمركزية طلائع العذراء اللي هي بتكون عم تحضره. لقاءنا رح كل سنتين مرة. نعم. وسنة بيكون عم بيعيدوا الفروع والأقاليم مع بعض. شو الفروع وشو الأقاليم؟ الفروع هو البرانش اللي بيكون بقلب الرعية. يعني في طلائع برعية إكس، وبيكون في هنا تحت ضمن إقليم، سو هذا الإقليم هو مسؤول بيكون على هذا عدة فروع، عن عدة رعاية ولا مزبوط. عن عدة رعاية. نعم. تأرجع لقاء العام، رح يصادف هيدا السنة ومثل السنة أول أحد من تشرين.
بستة تشرين الأول 2013 حكون ببازيليك سيدة لبنان حريصة، وهذا أول ساعة 8 لساعة 3، وهذا هو عيدنا الأربع وأربعين سنة. أكيد لقاء كثير مميز، مظبوط. هذا البوستر تبع اللقاء العام. نعم. شعار هو بصدق وبآمن، وشعار العام تبع السنة هو إيمان مشعل بالإيد بيعمل بيدو لبعيد. هون عم نشوف اللوجو تبع اللقاء اللي هو بس بريفي للقاء، بيحكي عن مشعل الطلائع اللي هو شعارنا، وحبينا نكون عذراء مريم حاضرة بقوة بقلب اللوجو لأنه هي شفاعتنا. نعم. وأكثر من هيك رح يكون اللقاء بالبازيليك سيدة لبنان حريصة. 44 سنة بيحكوا عن عيد الطلائع، وهيدا رسمة الإيد بالريشة، هو كل واحد منا هو بيرسم شهادته. نعم. بقلب الكنيسة وبقلب المسيحية. الشعلة شو بتعني؟ الشعلة هي يعني كل شخص منا هو دور يكون عم بينور طريق غيره، مشان هيك هي الطليعة، هو شخص حامل مشعل وماشي لقدام وعم بيضوي، يعني مثل هو نور لغيره. مزبوط. وهي هيدا هدف من اهدافكم. مزبوط. انه جماعه او اخوان الاخويه يكونوا مثل نور لغيرهم بالمجتمع، يعني ما بيقتصر بس على قلب الجمعيه. مزبوط. اكيد هي رساله. مكتوب كمان شهاده المسيح، الشهاده بالمسيح على ال. مزبوط. عن جد كل شخص هيك اذا بيتعمق بالمسيحيه مزبوط بحس قد ايه الديانه مليانه محبه. نعم. قد ايه الديانة بتتقبل الآخر، وهذه الشهادة بحاجة لنا بمجتمعنا هلأ وخصوصي بلبنان، أنه نكسر كل حواجز بيناتنا، تكون هذه الشهادة شهادة فعالة تنوصل لهدف اللي هو عن جد المسيح. نعم. يعني السنة باللقاء رح يكون في شقين، الشق الأساسي أكيد عن العذراء ومحطوطة صورة سيدة حريصة يعني. مزبوط. والشق الثاني كمان رح ينحكى عن المسيح أكثر السنة. مزبوط. لأنه تتكملوا أفكاركم مع بعضها يعني، وتجمعوا الاثنين سوا. كيف الناس بيقدروا يدخلوا بالأخوية عندكم؟ اوكي. كنا حكينا احنا يعني، بس بدي اذكر انه هيدا اللقاء منه للناس كلهم، يعني منه دعوه عامه، هو لقاء بس للاخويه. ولكن اذا شخص حب يدخل باخويتكم، هو اللقاء بس الاخويات، لانه الحمد لله عددنا كثير كبير، وهالايفنت ما بيقدر يستوعب اكثر من عدد طالع. احنا بحدود قد ايه عندكم؟ نعم. فوق 2500 شخص بقلب لبنان كله. نحن تقريبا من اكبر جماعه مسيحيه والكنسيه انتشارا وعددا بلبنان. كيف شخص بيقدر يدخل على الطلاقه؟ هو حسب وين عايش او وين قاعد بقلب الرعيه، هونيك بيسال عن فرع الطلاقه وبينسق مع، يعني بيسال مع عند خور الرعيه. مزبوط. مزبوط. نعم. باللقاء شو راح يكون البروجرام؟ هي سينتيا تفضلي. اوكي. باللقاء نحن لقاءنا راح يكون كثير متنوع، الفقرات متنوعة حتى الأهداف. وبروجرامنا رح يبلش من الساعة 8، رح يكون 8 على بكرة. 8 على بكرة رح يكون في شيء كتير مميز بانتظار الطلائع وقتها يوصلوا، ورح يكون عن جد يعني عندهم فترة انتظار ما رح يحصل فيها أنه ناطرين. لحديت ما نبلش بلقائنا أكيد رح يكون في عمل مسرحي عم بيتحضر من لجنة مسرح، عم بيحضروا يعني هنا من الطلائع عم بيحضروا. أكيد. رح يكون في فقرات تسبيح وتنشيط كمان من تحضير الطلاقة. صلاة يعني. صلاة بطريقة مميزة يعني بتعبير جسده، نعبر بجسدنا على أنغام تريتيل. رح يكون في عنا أكيد القداس. القداس أي ساعة القداس؟ رح يكون القداس على الحدا على العشرة ونص. على العشرة ونص. بتحب نشوف السبوت سوا قبل ما نكمل؟ منشوف. يلا. إذا كنت من رابطة الأخويات وملتزم بأخوية طلائع العذراء، مندعيك لتكون معنا بنهار أكثر من مميز بذكرى عيد أخويات طلائع العذراء الأربع وأربعين ببازيليك سيدة لبنان حريصة الأحد 6 تشرين الأول 2013، وأكيد باللباس الرسمي. كيف بتختموا اللقاء السنة؟ لقاء السنة رح يختتم بطريقة كتير مميزة، رح يكون إلى تأثير عالم، إلى طابع عالمي، لأنه رح يكون مستوحيت من حدث عالمي عم بيصير اللي هو الكنيسة. حدث عالمي بقلب الكنيسة، رح نترك هيك شوي سيربريز سيربريز بس هو حدث يعني رح يصير بروما. نعم. على رد قريبا. أي متى الحدث رح يصير؟ نعم. بنيسان
مفروض يكونوا وانتم رح تستبقوا شوي هالموضوع. رح نستبق شوي، رح يكون كانه لفته لل، رح يكون عنا نحن شفيع بقلب اللقاء اللي رح يكون شفيع قديس الشباب، ان شاء الله يصير قديس الشباب اللي هو البابا يوحنا بولس الثاني. نعم. فرح يكون في لفته معينه رح تكون عم تخدم اللقاء عن البابا جان بول، ورح تكون رح يكون تاثيرها. نحن بنعرف وقتها يختتم لقاء بيكون تاثير ايام لوقت معين او لكم نهار. لا، نحن عم نشتغل على انه هذا اللقاء يكون عم بياثر بطلاقه على فتره بعيده الامد. نعم. ويكون عن جد هذا الفيستا او الطريقه رح نختم فيها اللقاء تكون طريقه كثير مميزه، طريقه تعيشهم تعطيهم امل جديد، عن جد يكون عايشة نقطة تحول معينة بقلب اللقاء. وهو اللقاء كله رح يكون إذا فهمت منك سينتيا فرح، يعني أكيد. في أغاني، في رقص، أكيد. في تسبيح، مش أكيد. بالطريقة الكلاسيكية كتير يعني. هو ما فينا نكون عم نشتغل ضمن كنيسة ونعيش بطريقة مش فرحة يعني. قال البابا ما فينا نكون مسيحيين ونكون حزينين، بدنا نكون عايشين الفرح. نعم. فهذا الشيء نحن عن جد عم ننبش عليه باللقاء. خصوصي انه انكم شباب. مزبوط. بولس بتحبوا تقولوا كلمه اخيره تدعوا الشباب لحتى يلتزموا اكثر اكيد بالكنيسة. انا بدي احكي مع الشباب انه اكيد ما يلتزموا بس بالطلاقه، بس عن جد ينبشوا على حياه لجماعه مسيحيه شبابيه يكون هدفها عن جد ينموا هذا الشخص. نعم. هيك يحطوا فيه نضج ورساله. نعم. والطلاقه هي هالمساحه كرمال كمان يكونوا موجودين فيها. نعم. لبنان بحاجة لألون، المجتمع بحاجة لألون، وهن أكيد بيكون عندهم دور مهم. الله يقويكم بولس وسينتيا، إن شاء الله لقاءكم بيكون ناجح أكيد، ونحن إن شاء الله منشوفكم قريباً. مشاهدينا نحن منرجع لكم بعد هالوقفة.